السلام عليكم ورحمة الله. للأسف في مدينة الرباط حادثة سير مميتة تجر شرطيا إلى السجن. تابعوا التفاصيل. علم لدى مصادر موثوق بها وفق ما كتبته الأخبار أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قررت مساء أول أمس الأربعاء إيداع رجل أمن برتبة مقدم شرطة من مواليد سنة 1980 سجن العرجات بمدينة سلا على خلفية اتهامه بارتكاب حادثة سير قرب مرجان حي الرياض بمدينة الرباط، خلفت مقتل كولونيل سابق وزوجته حسب معطيات مرتبطة بالحادث. وكانت السلطات الأمنية بحي السويسي قد سجلت في شهر نوفمبر الماضي حادثة سير وصفت بالخطيرة، تسبب فيها الشرطي الموقوف قرب مدار محادية لمتجر تجاري بحي الرياض حيث توفي رجل على الفور، تبين لاحقا أنه كولونيل سابق، فيما توفيت زوجته بعد ذلك متأثرة بجروح وإصابات خطيرة لم ينفع معها علاج. كما تعرض السائق ذاته الذي بات يواجه تهمة القتل الخطأ لإصابات متفاوتة الخطورة، فرضت مكوثه قيد العلاج لمدة 4 أشهر بأحد مستشفيات المدينة تحت المراقبة الأمنية قبل تقديمه أول أمس الأربعاء على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث قرر وكيل الملك إيداعه بالسجن ومتابعته في وضعية اعتقال.